سامية. مساء الخير زميلي طارق ولكل المشاهدين الكرام. نعم زميلتي نحن في طارق مستمرون نعم. دوم نعم تفضل. شكرا لك طارق. استمرارا للموضوع الذي بدأت فيه في الاستوديو المركزي، الثورة هنا حاضرة أيضا في صالون الدولي للكتاب، وأيضا تاريخ وعبق التاريخ والثورة التحريرية هنا نلتمسها في كل أرجاء هذا المعرض في طبعته 24 الذي يستضيف فيها السنغال ضيف شرف هذه الطبعة، ذكرى 65 للثورة التحريرية، هذه الذكرى العزيزة على قلوب الجزائريين ككل، وهي منعرج حاسم لدى الجزائريين ككل، نجدها ونلتمسها في كل الكتاب، خاصة عند الكتاب الشباب والأقلام الشابة التي تسعى دوما لكتابة هذا التاريخ، سواء كان في المجال التاريخي أو في المجال العلمي من خلال دراسة الأكاديمية وحتى في الروايات. تضع حيزا من أجل هذا الموضوع وهو التاريخ. مع اليوم خالد مهني وهو قلم من بين الأقلام الشابة الجزائرية من ولاية مستغانم، أراد أن يكتب رواية جديدة أصدرت في مؤسسة أجنحة للنشر والتوزيع، وهذه الرواية لها طعم خاص أيضا برائحة الثورة التحريرية. أهلا بك خالد، لو تحدثنا عن رائحة حلم الذي دخلت به غمار سيلة 2019 لهذا العام. مرحبا بكم. الرواية هي بمثابة قياس زمني للطفل إدريس الذي يحملنا بحلمه إلى أهم فترة من تاريخ الجزائر، أيام خمسينيات القرن الماضي. جاء هذا الحلم نتيجة شكوكه في أحقية استشهاد جده. الرواية تعتبر بمثابة رسالة إلى الأحفاد وجيل اليوم في أحقية هؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجل الجزائر ومن أجل حرية جيل المستقبل. طيب الإشكالية نقلت من الواقع إلى الرواية، كيف عملت هذا الانسجام بين الاثنين، خاصة أنه الجنس الروائي عنده خصوصية لازمة؟ الانتقال موضوع الرواية الحقيقة جاء هو يطرح عن الجوسسة خلال فترة الثورة التحريرية، الجوسسة التي خلفت آثار وخيمة على أحفاد اليوم، أصبحوا أحفاد اليوم يلقبون بأحفاد الخائنين، أحفاد الحركة، لهذا كان لي اختيار هذا الموضوع من أجل تبرئة هؤلاء الشهداء وكذلك تبرئة الجيل، هذا الجيل مما خلفته الجوسسة خلال حرب التحرير. الرواية تحكي بملخصها العام عن الجد الذي مارس الجوسسة خلال فترة الثورة الجزائرية التي أوكلتها له جبهة التحرير، ومن خلالها تعرض إلى الكثير من الاتهامات، تعرض إلى الكثير من المغالطات والألم النفسي كذلك، هي عبارة عن هواجس ثورة التحرير في ذلك الوقت. طيب إذا شباب الأمس دافعوا عن الوطن واقعيا، والآن شباب وأقلام شابة تدافع عن هذه الثورة المجيدة روائيا وأدبيا. ربما خالد لو نتحدث عن الرواية، هناك الكثير من الشباب دائما تستهويهم مواضيع مثلا عن الحب، قصص غرامية مثلا، مواضيع إشكاليات الحاضرة الآن، كيف أنت ربما خرجت من السرب، هذا السرب، وبدأت تعالج قضايا أخرى؟ الكتابة بالنسبة لي هي تزاوج بين الأفكار والمشاعر، لكن من ربى هذه الكتابة هي المطالعة. الحقيقة الكاتب دائما يلجأ في كتابته إلى الهروب من الواقع أحيانا، إلى الهروب إلى ترجمة أحاسيسه ومشاعره في من أجل أن يوصلها إلى المجتمع أو القراء الآخرين. أنا توجهت إلى الميدان التاريخي باعتبار التاريخ من لم يقرأ التاريخ لم يدري العبر، كذلك التاريخ هو عبارة عن أحداث نستلهم منها ونعتبر منها في مستقبلنا وحاضرنا. طيب رائحة حلم لو نتحدث عنها فقط بصفة موجزة، كم استغرقت منك الوقت، وهل احتاجت لمراجع أخرى أيضا؟
رائحة حلم لم تكن وليدة هذا اليوم، إنما كانت منذ مدة، جاءت بعد كتابتي لأربع روايات لم أنشرها بعد، لكن اخترت الرواية الخامسة، الرواية الأخيرة. الروايات التي كتبتها من قبل كانت بمثابة اليد التي أوصلتني إلى رواية رائحة حلم. رائحة حلم كانت لمدة الكتابة نتاعها تقريبا ما يقارب السنة الواحدة، عن طريق الأبحاث، عن طريق مخالطتي كذلك لموضوع الذي اخترته. لم تأتي فقط من أجل فكرة فقط، وكذلك لم تأتي من مشاعر فقط، إنما كانت من أفكار ومشاعر. هذه هي رائحة حلم لخالد مهني، هي مرتكزة على الجنس الروائي، وأيضا هي مرتكزة بشكل كبير على حقائق موجودة فعلا في المجتمع الجزائري. هذه هي تغطيتنا اليوم مع خالد مهني، وسنواصل في تغطيتنا المباشرة. نعم أكيد، شكرا جزيلا لك.